غير نقطة الكلام اللي نجم نوافقوا فيه هنا. الدول العالم الكل مريت حتى دولة تحب مصلحة تونس وكلها تصطاد وتجبد للروح، ولكن يعلنها الرئيس بالطريقة هذه يقول المعارضة اللي قاعدة تمشي للدول الأعداء اللي كذا اللي كذا، رسائل ما تستحقش باش نديكوديوها، معناها ظاهرة موجهة لأمريكا، موجهة لفرنسا، موجهة لألمانيا، موجهة لكذا. عادي هذا نقبلوه ولا يلزم الرئيس يكون صريح؟ يلا يزينا من سياستنا عامة، حياتنا كاملة متبسين روسنا، أبعدونا خلينا نعملوا مستقبلنا وحدنا. نهزوا روسنا كوبا، هزوا روسنا. هو الخطاب من الليجو متاعنا يتفرهد معناها كي نسموه. لكن انت ما تنجمش تعيش وحدك، ما تنجمش تعيش وحدك في عزلة عن العالم والقوى الخارجية تتدخل في بعضها، في بعضها معناها روسيا على امريكا على الصين على القوى العظمى في بعضها وتتدخل في البلدان اللي كيفنا احنا. هذايا معلوم. تبقى اللي صار في تونس على مستوى الجمعيات، صحيح انهم الجمعيات خاصة الجمعيات اللي تابعين حركة النهضة رجعوا كيف ما حبوا، لكن التضييق راهو موجود ديجا من قبل 25 جويلية. كيفاش بدينا في التضييق؟ انت تحكي على القانون المنظم للجمعيات، تعرف انت القانون المنظم للجمعيات وقت تتقدم بالمطلب وتصب الملف نتاع تكوين الجمعيه لدى رئاسه الحكومه راك تصبه، ومن بعد تتعدى فتره، اذا كان بعد يبدو لي شهرين اذا كان ما خانتنيش الذاكره، بعد شهرين ما جاوبوكش هذيك تعتبر موافقه وتمشي تنشر انت في الرائد الرسمي. التضييقات بداوا من قبل، ليهم مده ديجا ثلاثة أربعة سنين التالي. شنو نعملوا؟ وقت تمشي باش تنشر أنت في الرائد الرسمي يقول لك لا أعطيني ما يفيد الموافقة، راهو القانون يقول راهو إذا كان ما جاوبوش يقول لك لا أعطيني الموافقة. دونك بداوا التضييقات على الجمعيات نتاعنا مش نتاعنا. اليوم أكثر أنا اللي مقلقني في هذا الكل، شوف راهو اللي مقلقني في هذا الكل اللي نعرف اللي رئيس الجمهورية ما عنده حتى إشكال أنه ياخذ أي قرار حتى إذا كان بشي أدي إلى إنهاء ونصف الجمعيات الحقوقية اللي بيان سور تمويلها يجي من الخارج. شكون بشي مولها في تونس جمعية حقوقية معناها أنت أي واتش ولا غيرها اللي باش تعمل الإحصائيات وباش تعمل بودن متر وقيس متر وما نعرفش شنو، ماهيش الدولة اللي باش تمولها. إذا أكيد. دونك أنا اللي قلقني اللي يقول رئيس الجمهورية بيده أنه يراقب بالدولة بيدها أجهزة الدولة أن تراقب كل مليم يدخل منين جاي شكون بعثه لوين وصل كيف استعمل بيده. اليوم قال لابد من تحضير مرسوم، يعني التضييق باش يكون كامل وشامل على الجمعيات. واللي يضحك اكثر انه رئيس جمهورية له 3 سنين وكانت عنده المبادره التشريعيه، اليوم مفتون اللي فما جمعيات عندها تمويل خارجي. دونك شفت انت السياق، لو كان جاي عمل مبادره تشريعيه قبل رئاسة الجمهورية راهو فما مال فاسد قاعد يدخل تمويل خارجي قاعدين نستغلوا فيه كنت نفهم، اما في السياق هذايا بعد ما بعض الجمعيات الحقوقية خرجت التقارير متاحة انا ما نجم كان نشك في النوايا مع الاسف.